أهلا وسهلا بحضراتكم. القراءة الأسبوعية للمشهد السياسي، الأستاذ الدكتور عبد الحليم منديل، مساء الخيرات. مساء النور. أهلا وسهلا بحضرتك. وسهلا دكتور عبد الحليم. طبعا حضرتك عارف والعالم كله مترقب، غدا ستنطلق المرحلة الأولى للانتخابات الرئاسية الأمريكية 5 نوفمبر، وزي ما قلنا احنا العالم كله بيتابع هذه الانتخابات مش حبا في أمريكا ولا حتى فضولا، لكن لأمر واقع بيأكد ان خيوط كتير من الملفات والاحداث السياسية والاقتصادية كلها بتتلاقى في البيت الابيض، فبالتالي الجالس او الجالسة ايا كان الفائز من كاميلا هاريس او دونالد ترامب هيكون له تأثير كبير في مجريات هذه الاحداث. اللي انا عايز اسأل حضرتك فيه في البداية دكتور عبد الحليم هو الملف الفلسطيني او القضية الفلسطينية، اللي يبدو انه الاثنين مرشحين تذكروها فجأة في الاسبوع الاخير، وفوجئنا نوع من المغازلة كده قليلا من ترامب انه ابتدى يتكلم عن ضرورة ايجاد فرصة للسلام وانه كان صعبان عليه ما حدث للغزاوية، وده عكس الكلام اللي كان بيقوله في بداية حملته انه مع اسرائيل قلبا وقالبا، بل اتهم هاريس كمان بانها مثل الفلسطينيين السيئين على حد تعبيره. هاريس كمان اشتغلت على المجموعة الاسلامية والعربية من الامريكان خلال الاسبوع الماضي. هل تعتقد انه التدارك الاخير ده ممكن يحسم حاجة في الانتخابات؟ يعني اولا يعني امريكا اكيد قوة عظمى، الى ما تمضي لان تكون قوة عظمى بين متعددين او تظل كما تحاول القوة العظمى بألف ولام التعريف، هذا امر يحسمه التاريخ ومجرياته وقواه الفاعلة، ولسنا منها في المنطقة على اي نحو. اثنين، لماذا نحن على هذا القدر من التأثر بما يجري في الانتخابات الأمريكية؟ سبب الموضوع بعيدا عن أي عواطف أو ادعاءات أنه المنطقة في غالبها تحت هيمنة أمريكا، بمعنى أمريكا وإسرائيل شيء واحد. بين أمريكا وإسرائيل اندماج استراتيجي، وبين أمريكا وبقية النظم العربية علاقة تبعية من الطرف الأخير طبعا اللي هو الدول العربية، أهم الدول العربية، بعضها منذ نشأ وهو على هذه العلاقة مع أمريكا، وبعضها الآخر في سياق التحولات السياسية الداخلية والاقتصادية والتاريخية تحول إلى التبعية لأمريكا حتى إشعار آخر. ثلاثة، هل هاريس تفترق جوهريا عن ترامب في حال فوز أيهما؟ الجواب ببساطة لا، لأنه ببساطة أنت تستطيع أن تقول أنه في هذه الفترة على الأقل الانتخابات الأمريكية ثم بعدها ربما إلى التنصيب في الثلث الأخير من يناير المقبل، نحن في حالة خلاء عند القمة الأمريكية. ليس معنى ذلك أن الدولة الأمريكية لا تعمل، الدولة الأمريكية تعمل والدولة العميقة تعمل وتنفذ مقتضيات هذا الاندماج الاستراتيجي مع إسرائيل، إنما الدور اللمسة الخاصة بالرئيس وبشخص الرئيس في لمسة معطلة حتى هذا الإشعار، حتى استقرار الموقف في أمريكا. هل سيستقر الموقف في أمريكا بعد الانتخابات؟ طبعا الظاهر إلى الآن أنه احد المرشحين على الاقل اللي هو دونالد ترامب يعترف بالنتيجة في حالة واحدة، هو لا يرى الا واحد من نتيجتين، اما ان يربح او ان يربح. اما لو لم يحدث ذلك فسوف تحدث تفاعلات اكبر بكثير مما حدث في 6 يناير 2021 في المعركة الانتخابية السابقة. يعني هذا التمرد اعد له هذه المرة قانونيا وفي سياقات أخرى، بحيث يتصور تيار ترامب أنه لن يمر ما يسميه التزوير مرة ثانية. فنحن نتوقع يعني مزيدا من الانشغال في حال لم يفوز ترامب على الأقل. هل أن فوز ترامب مؤكد؟ لا يبدو ذلك مؤكدا ببساطة طبعا، ولا يستطيع أحد أن يتنبأ بصورة قاطعة بمجريات اليوم الانتخابي. ليه؟ لأنه في ثلث الناخبين أدلوا بأصواتهم بالفعل فيما يسمى التصويت المبكر، لكن معروف تاريخيا أن الديمقراطيين يعني جمهور الناخبين الديمقراطيين
يميلون إلى التصويت المبكر، سواء بالذهاب إلى مراكز الاقتراع أو بالتصويت عبر البريد. وسيظل التصويت عبر البريد مفتوحا حتى اليوم اللي هو اليوم السابق على الانتخابات، ويمكن أن تصل خطابات يوم الانتخابات أو تصل بعده. صح. فالنتائج لن تحسم سريعا لكل هذه التعقيدات، يحتاج الأمر إلى أيام ربما لحسم الصورة. تمام. على نحو لا، وأضف إلى ذلك أنه فكرة تصويت المواطنين ليس هو الحاسم. طبعا نظام الانتخاب الأمريكي في تصويت مواطنين، وفي المجمع الانتخابي اللي هو مكون من 538 عضوا بعدد أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، ويلزم لمن يفوز أن يحصل على الرقم السحري اللي هو 270 أو فوق ال 270 عشان يعبر حاجز النصف. وطبعا من أصبح مشهورا لدى الكل أن الأمر متعلق بالولايات المتأرجحة، وهذه الولايات المتأرجحة بعضها على الأقل فيه ليس أرجحية، فيه تأثير للأصوات من أصول عربية أو مسلم، وفي الفترة الأخيرة شهدنا سباقا على هذه الأصوات. نعم. السيدة هاريس تحدثت عن فخرها بأنه في عرب ومسلمين بيأيدوها، وطبعا هذا التغير في خرائط الجو الانتخابي الأمريكي عائد بالأساس إلى يقظة القضية الفلسطينية من رقاد طويل. لم يكن أحد يعبأ أو يذكر حتى العرب والمسلمين، والعرب ثم أن العرب والمسلمين ليسوا كيانا يعني ما فيش لوبي يعني لهؤلاء، وفي نفس الوقت هم ليسوا مسجلون حتى في التعداد السكاني كجماعة عرقية منفصلة، ما فيش شيء من هذا القبيل. وما يجري بين العرب هنا يجري بين العرب هناك، هناك انقسامات. صحيح. وأخشى أن أقول يعني إنه حتى الانقسامات ذات الطابع الطائفي ظاهرة، يعني ترامب على سبيل المثال يتقدم من يقترب من اللبنانيين أو من ذوي الأصول المسيحية بأكثر من المسلمين، والعكس بالعكس. رأينا مثلا أوباما وهو في المعسكر الديمقراطي أهم الوجوه شعبية تحدث إنه لو كنت أمريكيا مسلما لرفضت إعطاء صوتي، يعني مركز على هذا الجانب. نعم. نعم. بينما ترامب يتحرك في معنى ده بخلاف القصة اللي ممكن إضافة تخيف التصويت بتاع المسلمين والعرب. في فكرة تفتيت الأصوات، كتير من الأصوات المسلمة والعربية الأمريكية هتذهب إلى المرشحة الثالثة اللي هي بره الحزبين. طبعا هذه نقطة مؤثرة أيضا، إن هو رفض موقف إدارة بايدن ورفض موقف ترامب والمتوقع منه قياسا إلى سوابقه وقياسا إلى لواحقه القريبة، من نوع أن إسرائيل مساحتها صغيرة جدا فلا بد من توسعها. يعني هذا أمر يعني، فبالتالي البعض يميل إلى التصويت لجيلشتاين اللي هي اليهودية الأمريكية المنشقة عن الحزب الديمقراطي والمرشحة باسم حزب الخضر في هذه المرة. فهناك فوضى أيضا في فكرة تصويت ذوي الأصول العربية والمسلم. الكلام عن مروحة بتصل إلى 3 ملايين صوت في كل أمريكا، لكن كما قلت هذه الفوضى من جهة واحدة والاختلاف في منظور الاقتراب من قبل المرشحين تجاه هذه الكتلة. طبعا من المعروف ان بنت ترامب الاصغر مخطوبة او في قران لواحد من قيادات الجالية العربية المسيحية، وانا اسف لذكر هذا التعبير، في ميتشيغان. فالصورة مضببة، وكل استطلاعات الرأي تميل الى التعادل، وطبعا هناك ترويج هائل لفكرة فوز ترامب، لكن لا استبعد حدوث مفاجأة او فوز هاريس. في رأي حضرتك مين اللي سيبك من المجمع الانتخابي له حسابات سياسية اكتر، بس في رأيك تصويت المواطنين ممكن يميل لصالح مين؟ والله لو اخذنا بالتصويت المبكر الاشارات واضحة. اشارات واضحة بمعنى انت عندك 62 مليون من الامريكيين ذهبوا الى التصويت المبكر، وال 62 مليونا غالبيتهم اعطت لهاريس حسب ابسوس وحسب جالوب وغيرها يعني.
أبسس وغالب دول مراكز بحثية واستطلاعات مراكز رأي. بحثية وبتدير استطلاعات رأي واسعة نعم. معتمدة أصلا على سؤال الناخبين في مراكز التصويت يعني نعم. العينات بتتاخد كده عشان كده يعني مثلا بتصل إلى 59% لصالح هاريس مقابل 41% لصالح ترامب. علينا نلاحظ أن خريطة الناخبين الأمريكيين أكثر تعقيدا من مجرد الناخبين الجمهوريين والناخبين الديمقراطيين. يعني الناخبون الجمهوريون يقدرون ب 31% من الناخبين، الناخبون الديمقراطيون يقدرون ب 29%، الأغلبية أكثر من 40% يشار إليهم بصفاتهم من المستقلين. نعم. فالمستقلين دي لا يذهبون يرجحون صح. طرف أحد. فالترجيح الذي جرى في التصويت المبكر واضح أنه لصالح هاريس. وفي أغلب الظن حتى لا نقطع التصويت الشعبي سوف يكون لصالح هاريس. الشعبي. الشعبي لأنه في تصويت شعبي وفي نعم. المندوبين من المجمعات الانتخابية والولايات. وده نظام مركب غريب لجأت إليه الولايات المتحدة تاريخيا لحل مشكلة عند التأسيس. الآباء المؤسسون لأمريكا دار بينهم خلاف، هل ننتخب الرئيس من مجلس الشيوخ ولا ننتخبه من القاعدة الشعبية؟ فكحل وسط لجأوا إلى هذا التركيب نعم. اللي هو على درجتين، تصويت شعبي ثم تصويت المندوب. لا وعشان كمان المرحلية اللي حصلت فيها الأول كان البيض بس والرجالة بس ثم النساء ثم السود، دولة فيدرالية فيعني فكرة الـ 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 المحاصصة فيها المحاصصة جرت على هذا نعم. طيب هنا سؤال مهم، أهم ولاية مترجحة هي بنسلفانيا حتى في بنسلفانيا تبدو استطلاعات الرأي متضاربة. يعني استطلاع رأي أول أمس أعطى لترامب الأسبقية 1% أو 2%، ثم استطلاع أمس أعطى لهاريس. صحيح. علينا نلاحظ أيضا أن وسائل الإعلام المسؤولة عن إجراء هذه الاستطلاعات جرى تغير هذه المرة في موقفها. يعني تعودت الصحف الأمريكية الكبرى زي الواشنطن بوست ونيويورك تايمز ولوس أنجلوس تايمز وغيرها أنها تعلن تأييدها لمرشح. في هذه المرة جرى تراجع على الأقل من الواشنطن بوست. جيف بيزوس اللي هو مالك أمازون وفي نفس الوقت مالك الواشنطن بوست قال يجب أن نكف عن هذه العادة، وترتب على ذلك تطورات في الجريدة، استقالة كثيرين، توقف كثيرين عن الكتابة، يعني إلى آخره. يعني فيه قلق من هذه الزاوية. في المشهد رجال الأعمال أو كذا طبعا الوضع واضح. يعني مثلا مالك إكس اللي هو كانت تويتر إيلون ماسك، إيلون ماسك مع ترامب، وقال ببساطة أنه إذا لم يفز ترامب فسوف يدمرني الديمقراطيون. وفي الجانب الآخر ده بيدخله مليون دولار يوميا، مليون دولار يوميا. وفي الأيام الأخيرة فقط أنفق المرشحان الرئيسيان نحو مليار دولار. نعم. غالبها توجه للولايات المتأرجحة بواقع 600 مليون دولار في الأسبوع مفهوم. الأخير. فأنت بصدد هو ده مراهنة بيقصين كده دكتور عبد الحليم والشيء بالشيء يذكر حتى لو اتخذت على سبيل المزحة السياسية، هو ده مش يدخل تحت إطار شراء الأصوات؟ عادي. أمريكا عادي. يمكن شراء كل شيء. أمريكا هي الدولة الوحيدة اللي بتعترف بفكرة اللوبي. يعني أنت عندك وجهة نظر معينة أو كذا ممكن تدعم ممكن تدفع. وطبعا أكبر اللوبيات نفوذا هو اللوبي اليهودي طبعا. أو بنسميه يعني ابتعادا عن شبهات التمييز الديني اللوبي الصهيوني. صحيح. فطبعا ده الكاسح مالا وتأثيرا في لا يعني دي شبه التدخل هو أن رجال أعمال بيضخوا فلوسه بإعلان وفيها نوع من أنواع حتى لو ما كانتش شراء مباشر للصوت ولكن هو شراء لتوجيه الصوت. على أي حال هي هذه هي أمريكا. أمريكا فيه فجوة هائلة ما بين الادعاءات والقيم والحريات وبين الحقائق. في الذي يصنع هذه الفجوة هو هذه التدخلات الصناعة يعني الاصطناع. فأمريكا إلى حد كبير ممكياجة بطريقة طيب. بذكر المماكياجة زائدة كنت بتحدث الأسبوع اللي فات مع أحد أصدقائي وهو عضو في الحزب عايش في أمريكا وبيشتغل محامي وعضو في الحزب الجمهوري فبتحدث معه بقول له إيه الأخبار وقول لي كده تفاصيل المشهد قبل أسبوع من الانتخابات والدنيا وسط الفين. فالنقطة اللي أنا عايز أسأل حضرتك فيها لأن هو ذكرها لي قال لي يبدو أن احنا في هذه الفترة فكرة الالتزام الحزبي ما بقتش قوية قوي زي زمان. فكرة الجمهوريين
ايمان كامل وانصياع وتخندق وراء الحزب الجمهوري والديمقراطيين. العكس ما بقتش زي زمان، بقى هناك منشقين كتير، ناس جمهوريين بس مش عاجبهم ترامب فممكن ما يدوش الصوت، بقى ناس عندهم اعادة تفكير بشكل ما في سياسات الحزب اللي هم منتمين له او منتسبين له. فايه رأي حضرتك في فكرة ان الالتزام الحزبي لم يعد كما كان؟ هو الالتزام الحزبي لم يعد كما كان لان الاحزاب لم تعد كما كانت. لوقت طويل كان الحزبان الجمهوري والديمقراطي اللي هو تاتش لمسة، يعني كلاهما في الوسط، في يمين الوسط الحزب الجمهوري وفي يسار الوسط الحزب الديمقراطي. هذه المرة شد، والمرة السابقة إلى حد ما شد كل طرف نسيجه، ده إلى أقصى اليمين وده إلى أقصى اليسار. فترامب هو مرشح أقصى اليمين وانقلب على الحزب الجمهوري نفسه وكل تقاليده، وفي نفس الوقت بقى كون الحالة الترامبية دي. صح. السيدة هاريس يسارية أو ينظر لها بصفتها يسارية ضمن يسار الحزب الديمقراطي. طبعا بايدن كان أقرب لفكرة رجل الدولة وفكرة يمين الوسط. لا هو بايدن لم يكن أقرب لحاجة الحقيقة. لا هو كان ما شفناهوش أقرب لحاجة. إنما طبعا إذا فازت هاريس سوف تكون هذه تقريبا هي الفترة الرابعة لأوباما. يعني أوباما شغل فترتين وثم فترة بايدن ثم فترة هاريس. طبعا الكلام عن التأثيرات ده خارجيا بحكم الهيمنة الأمريكية. لا أنا قصدي التأثير، الالتزام الحزبي ده ممكن يعمل مفاجآت، الحزب يبقى معول على كتل له في ولايات يكتشف إنها بعته. لا لا، ما هو الالتزام الحزبي مش أمر حاسم في الانتخابات الأمريكية خالص. لأن كما قلت لو كل حزب اعتمد على أنصاره لا يكفي الأنصار كل حزب فكرة الفوز أو الوصول إلى 50%. بس على الأقل أنا عارف إن أنا معايا مجموعات تصويتية أنا ضامنها في هذه الولايات زرقاء وفي حمراء. ترامب معروف التقسيمة للولايات الزرقاء والولايات الحمراء، الولايات التي تصوت للديمقراطيين بشكل متصل معروفة، والولايات التي تصوت للجمهوريين. ففي احمر وفي ازرق وفي فيل وفي حمار وكل حاجه موجوده، لكن اللي حصل اتساع على فكره معلش بس اللي هو شعار حدش يفتكر انها سباب. شعار الحزب الفيل والحمار هم شعاري الحزبين الديمقراطي والجمهوري. لكن فكره الولايات المترجحه دي فكره حديثه نسبيا، يعني فكره القرن الجاري اكتر القرن الواحد والعشرين. انما فكره التمايز اللي بيعكس انقساما في المجتمع الامريكي لو جاز التعبير بين قوسين ثقيلين، في تمايز، في انقسام شديد، لانه انت بتتكلم عن حزب جمهوري كان مرتبط بالقيم العائليه بكذا، وده حزب ليبرالي، الحزب في مقابل الحزب الديمقراطي الذي يعلي من شان السلوك الفردي والتصرف الفردي والاولويات الفرديه. مفهوم. في النهاية في مفارقات، ده طبع أمريكاني كما يقول المصريون، يعني مستعارة مفتعلة. يعني إن واحد زي ترامب بسيرته الشخصية المعروفة البعيدة عن الوصف بإن ده مثال للمسيحي الملتزم، يعني لا يمكن أن يخطر ببال أحد هذا الكلام، إنما هو في النهاية بيمثل في قاعدته كثيرا من هؤلاء الملتزمين او الذين يتصورون انهم ملتزمون من اليمين المسيحي او اللي بتقال عليه الصهيونية المسيحية في البلد، اللي هي الصهيونية بتأويل تورات، المسيحية بتأويل توراتي. ومن ثم فكرة اقامة اسرائيل ودعم اسرائيل التزام ديني عندهم. الجانب الديمقراطي كان بينظر لليهود من زاوية ان اليهود اقلية وبيحمي حقوقهم كما يحمي حقوق الأقليات الأخرى. نعم. فيعني زاوية النظر مختلفة، لكن زي ما قلت أيا ما كانت زاوية النظر لأي رئيس أو رئيسة، في النهاية المؤسسة الأمريكية الاستابليشمنت المجمع الصناعي العسكري التكنولوجي حاسم في اعتبار أنه في اندماج استراتيجي مع هذه إسرائيل، وأن دي قاعدة أمامية للنفوذ والمصالح الأمريكية. طيب في نقطة مهمة يبدو أنها ملاحظة، أنه إحنا بقالنا دلوقتي تقريبا مرتين أو ثلاثة انتخابات رئاسية أمريكية، يبدو أنه الناخب الأمريكي
مش مبسوط بالمرشحين، مش سعيد بالمرشحين، مش متحمس للمرشحين، بيصوت بالمنطق الانتقامي او بمنطق اختيار احسن الوحشين. وده يمكن ابتدى من الانتخابات بتاعه ترامب وهيلاري كلينتون. قبل كده كان في حماس تحت ظاهره اوباما، وطبعا بوش الاب والابن والقصه دي. صحيح. فده معناه ايه؟ ان احنا بقى لنا حوالي دلوقتي ايه 4 سنين في 3، يعني ب 12 سنه المواطن الامريكي لا يجد من يتحمس لترشيحه. هو يعني فكرة التحمس للترشيح ونسب المشاركة في التصويت هي المؤكد انها ارتفعت في المرة اللي فاتت للمفارقة بين بايدن وترامب. لكن هو التصويت السائد تصويت له طابع احتجاجي، بمعنى طابع احتجاجي بمعنى لا نريد ترامب فصوتوا لهارس، او لا نريد هارس صوتوا لترامب. يعني ليست الأولوية الثقة في شخص بذاته، انما انا الوصف يقول الدكتور عبد الحليم ان انا كناخب مش بروح اصوت لمن اريد، انا بصوت ضد من ارفض. ضد من ارفض بالضبط كده. فهو تصويت احتجاجي، تصويت رفض. كثيرون من الذين يصوتون لهاريس يثيرهم استمرار وجود شخص كترامب، يعتبرونه شخصا فوضويا ليس بالضروره اقتناعا بهاريس، شخص همجي صليت اللسان صحيح الى اخره كده. لكن قواعد الـ 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 الحزبين يحاول كل طرف بعد شد الخيط الى اخره يسارا ويمينا ان يركز على قواعده، بمعنى ان الحزب الديمقراطي من زاوية اجتماعية مع هاريس يركز على القواعد الاجتماعية، على الطبقة الوسطى، على كذا، على فكرة الشركات الصغيرة، على تقليل الضرائب، على كسب اصوات النساء بالتأكيد على حق الاجهاض في اي وقت. في المقابل الحزب الجمهوري او ترامب بيركز على ما يشبه منع الاجهاض او تقييده، بالمعنى حد اللي هو منع الاجهاض قبل 6 اسابيع من الحمل مثلا، او ترك الولايات وفي اطار صلاحياتها تحدد موقفها. صحيح. من طيب الاجهاض اخيرا موضوع عشان الهجرة ويضغط عليه ترامب استقبالا بس للنقطة اللي انا اخترتها مع حضرتك دي. أمريكيين في رأيك على مدار الكذا مرة اللي احنا بنتكلم فيهم تصويت احتجاجي او انتقامي او رفض، لماذا يعجز المشهد السياسي الامريكي رغم اتساعه وقوته في افراز رموز سياسية قادرة على جذب الجماهير وانها تشوكل برامج وافكار وحتى كاريزما سياسية بدل الشخصيات اللي رافضها في معظمه الشعب الامريكي؟ ليس بسبب نقص مثل هذه الشخصيات ولا نقص مثل هذه المواهب ولا انه مجتمع مغلق أو كذا خالص. السبب الوسطاء. يعني انت لا تستطيع، صناع الصورة، صناع الاشخاص، الوسطاء المال، وسطاء اللوبيات، وسطاء الجمع، الوسطاء هم الذين يصنعون. يعني سمسرة. يعني انت بتذهب الى هؤلاء لكي يصنعوا منك رئيسا. مش الامر ظاهرة كينيدي مثلا، ظاهرة فيها تلقائية، رجل وسيم وحبوب وبيقول صح. كلام ايجابي او كذا، او ظاهرة اوباما ودي كان او حتى كلينتون، بس او بيل كلينتون. انما انت دلوقتي الامر كله ينطوي على صناعة، اصطناع رئيس وليس اختيار رئيس. فهي يعني هذه زي الذكاء الاصطناعي كده، بقى فيه رئيس اصطناعي. فانت بتجد حتى عمد التكنولوجيا، شركات التكنولوجيا الامريكيه، هتلاقي ايلون ماسك في جهه، وهتلاقي في الجانب الاخر في بيل جيتس مثلا بيؤيد هاريس، وفي اثر للانترتينمنت، التسليه. يعني تايلور سويفت مثلا حيظهر لهاريس عنصر حاسم اهم من برنامجها الاقتصادي، واهم من برنامجها من برامجها الضريبيه او غيرها. يعني ده صح. كلام بالإضافة إلى انحيازات النجوم بيانسي على مش عارف مين على مين. فكرة الصورة، هي شو فكرة الاصطناع، فكرة المكياجة، يعني هي دي الفكرة الحاكمة في الانتخابات الأمريكية، مش طلاقة العلاقة بين المرشح والجمهور. ما فيش شيء من هذا القبيل، لأنه نادرا ما تجد أحدا يستحق. وفكرة إفراز الجدد أو إفراز أسماء جديدة مسألة صعبة جدا. حتى قبل ترشح هاريس كنا بين شخصين كلاهما حول 80 من العمر، يعني بما يوحي بعقم تاريخي في التكوين الأمريكي. يعني ده غير الموقف لما كان كلينتون متقدم للترشح، أو حتى بوش
الابن صحيح. او غيره. ففي النهاية انت كمان الاجواء الخطرة المحيطة بالانتخابات دي جديدة، ظاهرة جديدة في الانتخابات الامريكية. حصل خلافات على نتائج قبل كده بين بوش الابن وبين الجور صح. اللي هو مرشح الحزب الديمقراطي، بس تظلمات واحتجاجات. المحكمة العليا حكمت صح. بإعادة فرز اصوات فلوريدا مثلا يدوي، المسألة دي كما نتذكر لأيام مزبوط. إلى حين حسم الأمر لصالح بوش الابن من خلال المجمع الانتخابي، بينما كان أرجور حاصلا على أغلبية التصويت الشعبي بفوارق هائلة جدا. وهذا أمر تكرر بين ترامب وهيلاري كلينتون، ويحتمل تكراره أن يتكرر هذه المرة. وإن كنت لا أستبعد فوز هاريس بالتصويت الشعبي وحتى بتصويت المجمع الانتخابي، هذا وارد رغم غلبة تيار انه ترامب مفهوم. سيفوز هذه المرة. فبالجملة ليس لنا ناقة ولا جمل في من يفوز صح، لان كلاهما عدو لنا بالجملة. شكرا جزيلا، شرفت ونورت، نلتقي مساء الاثنين القادم ان شاء الله.